نظمت رئيسة الاتحاد الجزائري لكرة اليد كريمة طالب ندوة صحفية قبل انطلاق الطبعة 31 من كأس السوبر الإفريقي والنسخة 40 من بطولة إفريقيا للأندية الحائزة على الكؤوس المقررة في وهران، أين تحدثت عن عديد الأمور الخاصة بالدورة. بي يكون هذه البطولة صدى إعلامي كبير لأنها بعد 25 سنة باش عاودت تولات التنظيم للجزائر، عندها 25 سنة ما تنظمتش في الجزائر، يعني يحصل لنا الشرف أنه عاودنا ولينا لهذه البطولة وعاود جبناها لنظموها في بلادنا، اللي تعطينا بزاف لي زافونتاج، منها أنه شفنا عدد كبير من الأندية الجزائرية اللي راح إن شاء الله تحتك في بالمستوى الإفريقي. ونعطيكم برك معلومة أنه هذه البطولة حضرتها أقوى الفرق على المستوى الإفريقي، راهي حاضرة الفرق الأحسن إفريقيا، معناتها المستوى الفني تاع البطولة راح يكون مرتفع، دونك مادابيا الإعلام يكون بقوة. وصلنا لنهاية التحضيرات، الحاجة الإيجابية أنه الجميع راضي على هذه البطولة، الفرق لقينا رضا كبير في الفرق من الاتحاد الإفريقي، يعني البداية كانت موافقة في التنظيم، إن شاء الله ما يكونوش مشاكل، لأن الحمد لله رانا حاضرين 100% لبداية البطولة.